سن ما شاء الله تبارك الله تعلموا مرتاحين تعلموا اي نعم بالله. الحين طعمك البرامج والكاميرات والاتصال اللي بمرئي والاتصال يعني الحمد لله واللوكيشن لا تنساه يا اخوي واللوكيشن ابو صالح عنده عقده من اللوكيشن كل شو انت ما تستخدم الواتساب يا ابو صالح والله طيب اللوكيشن وش مشكلته اللوكيشن يعلموني وانساه انا لكن لما رحت مثلا الطريق من بعيد اخذ احد العيال الله الله ويجي بالله يحطني على الباب يعني يحطني على الباب والله العظيم لا شيء يا الربع اللوكيشن هذا شيء ياهو خدمنا فعلا ياهو وفر اوقاتنا شيء سبحان خدمنا سبحان الله يعني قبل اللوكيشن ما تنشد حياة تنشد والوصف كله يا مطعم يا بقالة شفت مطعم الفلاني شفت البقالة اللي في الركنية تلف من عندها يمين لا والبر يوصف لك بالأشجار والضلع والبر لكن اللوكيشن خدم الناس بس يا أبو فزاع ولا يهون الأخوان الحقيقة أنه يمسح الذاكرة هاللوكيشن لا أشوف لي ريجيل يعني عبقرية ما شاء الله يجيك بالليل وبالنهار وبأي وقت لكن لا نشدت وين الجنوب والشمال قال والله ما أعرفه هذه مشكله يا اخواني ترى شفت اللوكيشن صحيح انه ولد النشمي ويدلك ويريحك لكن وشلون طيب يخلي كل الاتجاه على اللوكيشن يجب انه يعرف الزبله ويعرف الشمال والجنوب والشرق شفت هذه يخليها دايم يعني وين بدماغها ما يخليها تروح لكن اللوكيشن حالحين يعني تكلوا الناس عليه سبحان الله العظيم وهو الحقيقه يستاهل ومريح شفت لكن لو تقول له وين الجنوب وين الشمال قال والله برتب اللوكيشن وركب طيب بعلمك ابو صالح نعم انا وش بستفيد يعني بعلمك الفائده الاكثر من اللوكيشن ما فيها ان شمال وجنوب ولا ان طعمك يوفر علي الوقت والمشوار ما عاد ابي شمال ولا جنوب الله يوفر عليك الوقت بس ما يعرفه ولا انا ما اضربه بشيء بس انه ما يعرف الجنوب من الشمال بس تدري وش مشكله اللوكيشن اي اللوكيشن طول عمرك فيه مشكله كبيره والله يا حلو في مشكله كبيره اللوكيشن نعم اللوكيشن طال عمرك الرجال اللي يحط اللوكيشن طالع فيه ممكن يسبب حوادث صحيح هذا في المدن اللي يحط اللوكيشن قدامه صحيح ممكن يسبب حوادث نعم الله الله شايف هذه شغله الشغله الثانيه اللي تعود على اللوكيشن مثل ما قلت كلامك صحيح ابو صالح اي نعم نعم يصير لما النت قطع من عنده والله يا ابو صالح ما يدري هو وين وين يتجه ما يدري وين هو رايح للشمال للجنوب لا اله الا الله وفي شغله ثالثه سبحان الله اللي هو طال عمرك في لوكيشن بدون نت يا ابو اذا لقطته من اول اي في لوكيشن بدون نت لقطته من اول قبل النت اي تحط اللوكيشن تقفل النت نعم متقفل. لكن طال عمرك لو انك قبل ما تفرق الخط قلت بفتح عند الخط وراح النت من الجوال صحيح نعم وترى اللوكيشن الابراج فيه 2G 3G 4G 5G ترى 2G و3G اللوكيشن ضعيف فيها نعم. حتى ما يجيب لك المنطقه يضيعك نعم في شغله ثانيه ابو صالح الله عشان لا تحسب ان هاللوكيشنات مبسوطين مره لا نقول ترى هاللوكيشنات احيانا طول عمرك اللوكيشن يضرب بك يضرب بك طرق طول عمرك مثل لوكيشنكم اللي وداكم الله يحفظ الله يدفع هذاك نشوفه عندنا ولا اقدر نصلها ولا يجيبه ولا اقدر نصلها ما ادري وين فيه الاتجاه بس الاتجاه هذا ابو صالح يقول بس يا رجال خيرنا ما نفعنا هاك اليوم واحد اللي يسولف علي يقول شايب يقول انا اكثر اللي قام سمعي شباب يقول اضحك عليهم قلت انا والله هدل بدون لوكيشن بدون لوكيشن بدون عمر انا ما يدري راعي مقناص وراعي اي يقول لهم يقول ذاك اليوم اثرهم نووا يسوون في مقلب مقلب اي يقول قاموا والسياره انا فيها وسحبوا الجهاز حقها شايب بدون ما ادري اي سحبوا الجهاز حقها ودسوه الجهاز القرمي ودسوه عندهم يقول قالوا يا فلان انفصال بينهم التحدي قالوا خلاص انت تبقى نيا وحنا بنروح واليوم يجينا في المتسانه اللي نبغاه يقول ام عالم غرب لادنك بالجهاز وتجينا يقول الجهاز يعطيه على 20-30 كيلو اوه اي يقول نادينك لك بالجهاز واليوم هل اذا الارض مفتوحه اي والستيشن عندك كويس اي الدايموند يسمونه الدايموند يسمونه ستيشن اي لا لا اذا الدايموند عندك كويس خلاص يقول لهم التحدي بيني وبينهم يقولوا هم يوم مشوا هم ثلاث سيارات وانا السياره الرابعه يقول لهم مشوا كل واحد يروح له في اتجاه يقول هذا الرجل مخططين لي يقول على انا مطر على انا مطر يقول انهم اضربوا الاتجاه وكل راح في اتجاهه يقول يوم امس الليل واليوم ينادون قالوا تجينا قلت وين انتم فيه قال انا تعرف الطريق
تعال هذه والله المشكله. اي يقول انا اعوذ لك لسيارتي. اي يقول لي ما فيها جهاز ما ادري والله. قال بدور الجره قال المطر ضاربها جات على مطر مطر حقاق تقول شنو برديه وضارب من الارض اللي مضيعين الجره. اللهم ولا ما ادري وين اروح. اعوذ بالله. يقول الف 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 اللي ما ادري وينهم. هالحين بيني وبينهم التحدي هالحين. اما اني استسلم لهم ولا اني يقول يا مرني الله وقعد افتش في السياره. قلت هذا قال لي جهاز قديم ولا شيء ولا ما على الاقل اعرف الضلعان وانا اعرف. يقول للغدره ما تشوف شيء. الله اكبر. قال لي والله نلقى جهاز الطيور. احنا ناسينه في السياره والطيور معهم والطير في الشريحه. يلحقهم. اي يقول الجهاز ذا يعطيك على مسافه الظهر 30 كيلو. اي يلحقهم. الله رجل. يقول انا ذيبان ذا. يقول انا شغل جهاز الطيور يقول لي والله النغمه ضعيفه. يقول اخذ لي دائره. يقول النغمه في الاتجاه ذا وضعيفه. يقول عرفت ان هذا اتجاههم. لا يقول له ضعيفه ضعيفه النغمه يا الله اسمعها. يقول انا امشي على الاتجاه وكل ما اخذت اقوى كل ما اخذت اقوى عرفت انه في الاتجاه ذا. قال وانا امشي وانا امشي وانا امشي طول عمري. يقول والله مشيت. يقول حلوه تقريبا 3 ساعات. لا حول ولا قوه. او ساعتين ونص. يقول معتاد تحدي صعب ذا تعبان شايف. يقول واجنب عن يقول في الليل حايد عن عن الحصى وحايد عن إيه. يقول لا فيه خطوط. يقول فيه خطوط تجي وتروح. يقول فيه خطوط تجي وتروح ولكن انا على اتجاه بس ما خاب نروح على اتجاه. يقول هذا يقول يوم اني اخذت. يقول لي والله اني اشوف شايف اكباس محطينها الانوار ذي اللي يقول انا اشوفها. قالوا انا طفي نور السياره شايف. اي ما ادري الا هو دخلنا عليه. قالوا انا طفي نور السياره وانا اقول الحين ما عادهم بعيد عني. بس ان بيني وبينهم شايف حطيت بيني وبينهم سناف. اي قالوا ما يشوفون. اي وانا اطفي السياره وانا احول. يقول الحين يجون لهم حلوه عني حلوه كيلو كيلو نص كيلو كيلو نص. قال وانا اخذ معي عصاي. يقول العصا اللي معي سبحان الله لو قال لي حيه ولا شيء نفتح. الله قال وانا اخذ عصاي وانا اجيهم. يقول ما درى ولا الا وادفن عروس. يقول السلام عليكم. رجلي رجلي. يقول خذ السياره. اي والله علشان ما يشوفون نورها. علشان ما يدرون شلون جيت. اي بالله. قال هو ينظر في كذا. قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا جن ولا انس. يقوله لا اله كتاب الهنس ورفيزكم. الله الله. قال والله العظيم انك ما جايبك جن. ما سيارتك وين هي؟ قلت ما معي سياره جاي على رجلي. طاير. يقول انا صادق انا جاي همشي على رجلي. الله الله جاي قلت ما معي سياره. حلا فيهم. اي يقول هم يسووا في مقرب. انا دبله. وانا سويت في مقرب. نجح الرجل. اي يقول قلت جاي على رجلي. قال والله قلت والله اني جاي امشي على رجلي وانا صادق جاي وامشي على رجلي. خطا كان على رجلك من هاك لهنا. قلت جاي انا على رجلي وامشي ها انا شوفوا في السياره. قالوا هم يقولون بالسياره بنور عليه. والله ما في سياره سياره ورا زناب. يا ولد يا ولد. قالوا طلعوا. قلت ها يلا جيبوا رهنكم رهنكم زين. وهالحين بتعشى. قالوا السياره. قلت السياره بعدين رفيزي اللي جابني يبي يوديني لها. اكبر. حسب معي جن. قلت رفيزي اللي جابني يوديني لها. قالوا يا ولد علمنا. والله العظيم رجعنا من المقناص ما دروا شلون جيت. يقول جهاز الطيور خلصت منه وانا دست تحت المرتبه. خلها تمشي. يقول والله العظيم الى الان ما دروا شلون جيت. خلها تروح. يقول خليها نجح نجح. اي يقول ما دروا شلون جيت ابد. سبحان الله. فيها مدرسين راحوا تعينوا زمان الكلام تعينوا في قريه. اي نعم. والقريه هذه نفس القريه اللي هم فيها ما فيها تليفون. في شيء اسمه سقاط تعرفون؟ تعرف ابو صالح؟ سقاط اي يلا يلا يحط بساطه قديم قديم. السقاط اللي فيه له شو اسمه له ريال زي الريال ويلقط. نعم. المهم فيه قريه ثانيه يقول هالقريه طول عمرك نكلم فيها فيها تليفون بالدقيقه. يقول كلمنا وجينا معودين. واحد منهم سمع خبر مو بزين. ما ادري عندهم مريض عندهم شغله. يقول وجهه كذا متغير. يقول يوم ركبنا في السياره هو اللي كان يسوق الرجال ذا هو اللي يسوق. يقول احنا نشوفه. يقول في ردميه ما بين ال يقول 17 كيلو بين القريتين 17 كيلو. يقول نشوفه يجنب على الردميه. قلنا عشان يمكن الغبره ما تقوم. واثر الرجال يسوق ما هو في ما هو في ما هو في العالم ذا كله. الله اكبر. اثر عنده مشكله. اي وما يدرون هو وين هو رايح. يقول الحين يفكر. يقول عنده مشكله حصلت مشكله من كلم والرجال متغير. يقول يعود يمين يعود يمين يعود يمين. الرجال يعلمني بالسالفه. يقول يعود يمين يعود يمين يعود يمين. يقول وانا مركز ان الردميه يسار
ابى اخليه لا رحمي مره شفته مره برده. ابى اقول يا ولد انزل انا بسوق واعود يسار. يقول لي معي زملائي مدرسين اغلبهم سكان مدن. اي الله يقول سكان مدن ما يعني ما البر اي ما يعرفوا، ما في الا واحد منهم يعرف وعندهم جهاز الندى. اي يقول الندى موجود والدايموند يقول محطيني برا منزلني في الشنطه حق السياره معهم جيب. يقول طال عمرك يوم شفت الرجال ما هو بحول ما هو بحول سنه. اي والله. يقول يا ابو فلان قال هلا قال يا ولد اظن وضعنا. يقول انا ليتي ما قد ضعنا اثر العيال اللي معي انخرشوا. جاهم الخوف الا قاموا لا ضعنا ما ضعنا ضعنا ما ضعنا. يقول الله العظيم يقوم واحد يطلع يفك الباب احنا وقفنا يطلع فوق التنده يبي يشوف. وش بيشوف؟ يقول اللي صار عندي فريقين، فريق يقول يمين وفريق يقول يسار. الله الله شلون الروايه. يقول طال عمرك قلت ابى اخلي الوضع وانا قد عارف الموضوع. يقول برمنا شوي برمنا. يقول يوم جيت ابى اعود مع الجره الا الجره راحت الجيب برم. نعم. وما عاد ادري احنا وين اتجاهنا ولا المفروض يقول اول ما اختلفنا احنا نعود مع الجره. هي. نعم. يقول هذا الحل الاول راح علي. الحل الثاني يقول احنا تاخرنا واهل القرى يرقدون بدري، يبقى شباب بسيطين اللي يسولفون قصيد على الجهاز. اي قصيد والغاز أي والغاز أي. اخر الليل تعرف يسولفون قصايد. نعم. يونسون بعض. اي يونسون بعض. اي المهم يقول طعمك وقلت خلاص دام كذا انا الخريطه اللي في راسي انه يسار. ابو صالح إينا. يقول الخريطه اللي في راسي انه يسار. يقول واضربها يسار واضربها يسار واضربها يسار واضربها يسار. يقول شويه طال عمرك الا الار ما هي الار اللي نعرفها تغيرت والبنزين بدا. يقول بنزين راح هذه المشكله. اي قال دريت احنا ضايعين. يقول طال عمرك واجي افك الدايموند احطه على الكبوت واشبك الجهاز وادور القنوات. في قناه دائما يسمونها قناه النشامه. اي وفي قناه عامه دائما في قناه عامه. إيه؟ وفي قناه خاصه. القناه الخاصه يجمعون فيها الشباب اهل القصيد والالغاز. وفي قناة عامة كل الأجهزة عليها. نعم. أظن 1400 تقريبا. أي. 1400 ألف واحد أربعة صفر 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 صفر. نعم صحيح الرقم حقه 14000 14000 نعم هذا العامة. يقول هذا العامة اللي كل الناس. يقول وادخل على العامة طول عمرك وادق ريشة. نعم. يقول يوم دقيت ريشة أنادي إلا ما في أحد. ما حد أحد. إي يقول دريت إن الشيء برا راقدين. إي يقول ما في احد قال على الشباب. يقول طال عمرك اعود وافك الهواء عشان استقبل الرسالة اقوى. اي واطلع فوق قناه النشامه حقت الشباب. اي يقول الا القالي شعار اثنين ملعبه. اي هذا يقول هذا ينقض هذا يفتل يسولفون مع بعضهم. نعم. يقول طال عمرك ادخل معهم. يقول مساكم الله بالخير. يقول تلبد واحد والثاني يتكلم. قال هلا والله. قال انت من؟ قال انا مدرس ورحنا نكلم وضيعنا. يقول طال عمرك ما دريت اللي يعطيني ذاك البيت. يقول يمزح معي يعني يطقطق عليه. الله هو يحسب اللي بيدخل معهم بالشعر. وثم يقول ما دريت ولا الشاعر الثاني يرد عليه. يقول راحت بين الشعار اثنين وحنا نسمع. اي صارت سالفه حنا صرنا معنا لهم. نعم. يقول طال عمرك قال على هونك بس على هونك. قال استقبلك انا تقريبا خمسه ابراج فل. انا ابو صالح الاشارات اذا نعم. استقبلك عالي خمسه ابراج. نعم. يعني انك قريب لانك ما بعيد. واذا استقبلك برج يعني انت ضعيفه اشارتك. قال استقبلك خمسه ابراج قدم شويه روح شويه اطلع شويه. وكل برج لك كيلوات مع يمكن خمسه كيلو وكذا على حسب على حسب الارض وعلى حسب الجو وعلى حسب. يقول طال عمرك في الاخير قال طفى النور ولع الفليشر. الله الله. يقول طفيت النور ولعت الفليشر. يوم طال عمرك طفيت النور الفليشر. يقول طال عمرك الا اشوف السياره جايه من بعيد. اثر شافني وشك قال بتاكد منه ليكون واحد ثاني ولا نعم. اطب عليه. يقول يوم ولعت الفشر وشافني ما دريت الا هو ناصيني على وجهه. ومعه دربيل تلقى. اي يا بالليل ناظور يشوف بس انها إيه؟ الاشاره طفى وشغل فلشر. نعم طفى وشغل فلشر. نعم. يقول ما دريت الا الرجال جاني. يقول جاني طال عمرك عزمني. قلت يا ولد ما في عزيمه ولا شيء بس وجهنا. قال انتم سبحان الله. يقول الردميه من هنا وانتم ماشيين جنبها تبارونها. يقول لو تمشون من هنا لين بكره الردميه. يقول انتم ماشيين يعني لو بس يسار في صليب يسمونها الصليب الصلبان اللي هي كذا وكذا الارض تقاطع تقاطع. يقول لو جيت عليه طال عمرك كان كسرته وجيت على الردميه. قال والله انه نمشي بريها مباراه لو مشينا الليل كله ما صدناها. يقول وجهنا للردميه قال اوصل معكم للديره ولا اوصلكم. قال ما دام الردميه الله عارفين عرفنا الطريق الحين. اي والله فاحنا انا وياك تكلمنا عن في علامه يا ابو فزاع وانا حقيقه
ود ان اي انسان ينزل للبر ومعرفته وسط اول شيء يحط الاتجاه معين. مثلا في نجمه اول ما ينزل يعرف الاتجاه النجمه ذي. لا يا ابو نايف النجمه والله ما يعرفون يا ابو نايف. انا اقول لا من اول يوصفون كالبدو وش يقول؟ يقول شفت النجمه ذي؟ قال قال خلها بالحجان ما تجي. شايف هذه طبقناها هذه الاتجاه هذه القريب لكن لما شريت بالليل النجمه تروح لا لا ولا والتالين لا بعض النجوم ثابته بس يا ابو نايف صح الجدي ثابت صح. هذا العلامه الاولى صراحه صعبه صعبه ممكن ما اعرف لك. انا احط لي انا مثلا في اول الليل احط لي اما عندك درب التبانه الله ترى يعتبر اللي هو نجوم الصغار ترى شايف اول الليل من الشمال للجنوب اخر الليل المشرق الغرب هذا بعد يؤخذ به وبالنجم هم يهتدون هذه بعد النجوم تعرفها في الليل. انت كلامك 100% صحيح واللي عارض بكلامك ما يفهم لكن ان الناس ما تعرف النجوم صعب صعب ان في السماء ويتجه حولها يمين يسار صعب. اعطني الثانيه. ما الثانيه انك عاد لكن انا دائما اخذ بالنجم ما شاء الله شايف انا دائما اخذ نزلت الان من نية احيانا ممكن اطفي الجهاز معك ممكن الشاحن حقه سلك الشاحن حقه ما يشحنه فيغلق الكهرب فيه بالنسبه للقارمن فيصير خلاص تقعد لكن انا اعرف اتجاهي بالنية خلاص انا نزلت مع الصحراء هذا النجم اتجاه الله اعرف اتجاه النجم ذا خاصه في الليل شايف خلاص امشي معه هذه علامات هذه علامات الديره نعم. مثلا انظر الان عندي في الجهاز وين يعطيني إيه؟ يعطيني مثلا خاصه في الصحراء ما يعطيك طرق يعطيك اتجاه اتجاه نقطه يا ابو صالح او يعطيك نقطه هناك أينك. الله أي. وش يقابلك وما له شغل هذا هو ما عرفت اتجاهي وين نعم. اشوف اتجاهي في السماء وش هو خاصه اذا صار الجو صحو ما في سحاب ولا في شيء اعرف اتجاهي وش هو ولا صار الوقت ما هو طويل لا صار أي. هو طويل النجم يمشي نعم لا بعض النجوم ثابته ما تغير وبعض النجوم تغير لا بس متجهه عندك غيرها هذه العلامات اللي دائما ابو صار عندك علامه ولا اعطيك علامتي انا والله العلامه وش يعني على الاتجاه ولا على الاتجاه لا على الاتجاه انت في البر بالليل والله الاتجاه يا ابن الحلال ولا حسب خبرتك انت في الديره الليل غطايه الجبال انا اعرف لك بجيب لك قصه قصيره هذا ولا ربعنا جدولهم راعي بيت بالليل وكان من دوله خارجيه وقال وين نبي الديره الفلانيه؟ قال اتجهوا خلوا القمر بين عيونكم. القمر توه طالع. او او او, أو متسف هذا اظل المغيب. يقول المهم انه تخلوا وين القمر بين حجانهم اتجهوا. قال والله ما طول قال مجاهر الليل قال لهم مضاوين عليه. يا عيال وش اللي صار عندكم؟ قال تقول خلى القمر بين عيونكم. احنا سرينا وراه وثر القمر سرى. ولف وحنا لفينا عليكم شفت هذا يمشي القمر والنجم وكل شيء ما عدا الجدي الجدي ثابت لكن انا ما عندي معلومه المعلومات يمكن ناسيها لكن خليها مره ثانيه زين نعم اما بالنسبه لي انا تجربتي في البر طول عمرك انا دحين خرجت من الزفلت متوجه للمكان سواء انا سواق نعم. ولا انا معاون انا حتى وانا معاون احاول اكون منتبه نعم لانه نعم. ممكن يحتاجني ممكن يضيع السواق ممكن يضيع نعم الله طيب أول شيء طال عمرك أول ما نتجه متى لفينا يمين ولا يسار بعد كم دقيقة كم كانت سرعتنا يعني ماشيين 20 ولا 30 متى انحرف الطريق الساعة كم بعد 10 دقائق هذه معلومة تأخذها قبل أنكم أول ما ننزل حنا ننزل من الزفلت ماشيين على على الصحراء البر على الصحراء توجهنا الحين متوجهين خلاص متوجهين كيف كذا ميول كذا ولا ميول هذا مع ردمية ولا مع بدون 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 ردمية إيه؟ بدون ردمية انا هذه انا هذه يعني ممكن ما تضبط معك نعم اول ما تجي طول عمرك خلاص امشي كل معلم تشوفه عيني احاول انتبه الساعه كم مرينا على المعلم ذا مسجل بالكيلو في ذهني كله إيه؟ في راسي إيه؟ مرينا من عند عزبه قديمه مرينا من عند شبوك مرينا من عند سياره من قلبه قديمه هذه مرينا عندك كفرات حط إيه؟ على خط اي شيء قدامي اشوفه تلقاني مفتح يمين يسار والوقت والسرعه كم 60 لان الوقت والسرعه في الفيزياء نعم ترى مضبوطه نعم اي مضبوطه نعم 100 كيلو في الساعه 100 كيلو تقطعها في ساعه نعم 60 100 كيلو في الساعه 200 كيلو في الساعه وسرعه 100 كيلو في ساعتين ساعتين نعم فاحسبها متى اتجهنا يسار مره متى اتجهنا يمين مره يمين مره واحسب لين نوصل للمكان وحنا معودين اعكس طعمك الطريق فالعاده انها تنجي الا يعني ما حصل لي الحمد لله مواقف لكن يستمتع اني ايش حفظت الطريق ترى فيها زي التحدي وترتاح نفسيا هذا يحتاج للذكي اللي مثلا يوكد انه يبي مثلا
انه يبي يغادي ولا يضيع، يوكد المواري اللي يمر، مر جبل، مر مثلا ثبته اي هذه ثبته، وان كان عنه يمين يسار كذا، قد يكون انها تمواري بالليل، لو ان الليل غطى الجبال ما تميز شيء الا انسان على النور بس. وما طال عمرك المواقف حقت السيارات اي، لا جيت مداوم ولا مراجع في دائره حكوميه اي، ولا رحت طال عمرك العمره، الله يوم اجي طال عمرك المواقف فاضيه واحط سيارتي، والله هذه بعد وراح اخذ عمره اعود يا معود، والله اني ما ادري سيارتي وين. الله الله، لو من الريموت اللي يدق بوري يولع نور قسما بالله اني ما ادري هو وين. لا ولا تراه تدري ابو صالح ولا ابو نايف، ترى العواميد مرقمه، حصل لك باس، لكن المشكله بدايه الرقم، خذ الرقم مثل بالمطار، وكل سيارتك بالمطار بالقبول يقول لي واحد خذ الرقم وخلاص، يقول جاي ادور وظائف من البرج اكبر الرياض، ادور وظائف في الرياض، يقول اول ما دخلت يقول احنا سواقتي مع الخط زينه لكن الرياض ذال منه. ايوه صادق. يقول اول ما دخلت في الرياض ويعارضني على يمين هك السوق اي، وانا كبير قالوا انا وقف فيه، قال يوم وقفت قال وانا اخذ تاكسي، الله قلت ابغاك توديني للاداره الفلانيه، هذا سوينا دائم برا يضيع سياراته يقول انا احسب ان ما في الرياض الا هالسوق الكبير اي، بس فيكم ما زالت الرياض كلها اسواق. يلا تترك. قال يوم والله اللي بيطول ليل ونهار، وهذه صارت لي انا في القصه، قصتي بعد شوي انا بيقول يقول يوم اني خلصت قالوا لا اجي راعي التاكسي، قال وين تبغى؟ قلت والله يا ابن الحلال اول ما دخلت الرياض في سوق كبير مش في سيارتي عنده. الله. قال ما انت جاي؟ قلت والله جايك من الحجاز. اي. قال من الرياض كل اسواق. وارد فيها الجودي. يقول هم يقول والله ما لقيت سيارات وشهرين. وانا والله يا ما لقوه لي الا الدوريات. يقول ما ادري وين فيه. عاد انا مرتنا نازلنا من طريق الطايف احنا شايف واستاجرت شقتنا هاك الحين في العزيه. اول ما تدخل يجيك مسجد الراجع على يسارك وجاي من الطائف يجيك عماره لها فوقها زي الكوره خزان، احسب ان انا متعلم متمارن بالخزان ذا، الله خلاص وبس، واحسب ان هالمكه كلهم يعرفون بس الخزان هذا. وانا جايك ذاك الحين اقول يوم اللي خلصت من عند الطواف وخلصت واجي على التاكسي، قال وانت ابغاك؟ قلت والله بحلال في عماره فيها خزان على طريق الطائف ابغاها. قال بحلال خزانات واجد اماكن كلها خزانات. وهذا امر على التكاسي كل تاكسي اقول له تبر حلال انا الف والله الربع ثلاث ساعات كل ما قلت له يجيب لي هاك الواحد من اهل المنطقه اللي انا فيها مجمع سيارتي هناك مجمع قال وقت والله ابن الحلال في عماره على خزان لونها كذا اي لونها كذا وعلى خزان دائري زي الكوره خزان كبير. كانت من جاي علمنا جاي قلت والله جايك مع الهدى ونازل مع الهدى ومنه ودوي وقرب اتجاهه قال يوم انك دخلت الديره انت تعدد قالت وقفت سيارتي فيها كلمه قال بس العمال الخزان دي انا اول ما تدخل تقاطع كذا قلت بس انت ودني راح والديك لا ثلاث ساعات ولا ضايع يا اخوي ترى ليلي الرياض الرياض كبير في كل الحالات لا شك لكن طال عمرك جيت الواحد الابراج يا اخوي الابراج ان جيت الواحد سولف له مثلا في اي منطقه من منطقه امامك ما جاء الرياض وتوصف له الرياض وتشرح له الرياض كبير ما يصدق صحيح يقول يعني ترى المطعم فيه 100 فرع له والسوق فيه 1000 سوق في اسواق واجد اسواق نعم فيه امور يعني لا تحسب انك لجيت الرياض انك بس الشارع ترى لجيت شارع حلاق مغسله مطعم مقهى ترى الشارع ذا مكرر في الرياض يمكن 100 شارع وكل الاسماء بنفس التفاصيل والمخارج نفس المخارج نفسه 33 32 31 الشرق له مخارج الغرب له مخارج الجنوب له مخارج الرياض كبير لكن عاد الحين الله عندك لوكيشن عندك صوره خلاص. صور احفظ موقعك ورح الله يجزاك اي والله الله يعطيكم العافيه ويبارك فيكم الحمد لله انا ودي اختم قبل تاذن ابو صالح لان دخل الاذان ان شاء الله انا ودي يا ابو سعود شكرا لك يا ابو سعود يعطيك العافيه شكرا لك يا حبيبي ما شاء الله شكرا لك ما شاء الله اي والله الوقت ما شاء الله عدى الله روح انت الحمد لله بالسلامه على ابو سليمان وقل ان شاء الله ابو سليمان تكون موجود معنا بكره باذن الله وانت بصحه وسلامه وطيب وبخير الله يشفيه ويعافيه اشكر ابو سعود في الاخراج اليوم كان مشاركني في الحوار يعطيه الصحه والعافيه ما شاء الله واشكر اسامه على الاضافات واشكر السيد وفؤاد وكل الشباب الموجودين في زد رصيدك حصرياً ومجاناً على شاهد حكايات لا تنتهي